بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب معرفه الامام والرد اليه من كتاب الكافي الشريف نهايه هذا الباب تتضمن ثلاثه احاديث من الاحاديث كلام الامام الصادق عليه الصلاه والسلام في هذه الآية حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام. الحكمة في اللغة من الإحكام. نقول هذا شيء محكم. لقد أحكم أمره ولازم الإحكام هو وضع الشيء في موضعه يعني إذا أردت أن يكون عملك بإحكام فعليك أن تضع الأشياء في مواضعها إذا وضعت الأشياء في مواضعها فقد أحكمت أمرها وأحكمت أمرك ولذا عادة تفسر الحكمة بهذا اللازم فيقال الحكمة هي وضع الشيء في موضعها وللحكمة مصاديق كثيرة أن تضع الأشياء في مواضعها الأشياء كثيرة والمواضع كثيرة فكل شيء وضع في موضعه فهو من الحكمة فهذه الآية لها معنى عام أي إنسان عرف وضع الأشياء في مواضعها سواء في المعتقدات أو في الأعمال فقد أصاب الخير من مصاديق الحكمة الشريعة في بعض الآيات القرآنية الكريمة فسرت الحكمة بالشريعة، مثلا: "يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين". فسرت الحكمة في هذه الآية بالشريعة، لأن الشريعة العمل الذي يقوم به الإنسان يوميا سواء في جانب الواجبات، أو ترك المحرمات، أو في سائر الأحكام. فهذه كلها في مواضعها، يعني حينما الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة، فالإنسان التزم بالصلاة، فعمله هو حكمة. حينما الله سبحانه وتعالى حرم الخمر، إذا الإنسان التزم بهذا الحكم الشرعي، وانتهى، فعمله هذا بالانتهاء حكمة. وأيضًا فسرت الحكمة بالسنة النبوية المطهرة، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وآله كله حكمة، وضع الشيء في موضعه، لأن رسول الله صلى الله عليه واله معصوم والمعصوم لا يخطئ حتى يكون الخطا وضعا للشيء في غير موضعه المعصوم لا يغلط المعصوم لا يتعمد المخالفه فكل عمله مطابق للواقع وضع للشيء في موضعه فاذا امر اذا نهى إذا تكلم إذا سكت إذا عمل كله بحكمة فهذه السنة المطهرة من مصاديق الحكمة، وهناك مصاديق أخرى في هذا الحديث الشريف الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يبين مصداقين للحكمة من أبرز مصاديقها المصداق الأول طاعة الله سبحانه وتعالى. أنت وضعت نفسك في موضعه. وضعت عملك في موضعه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر جزافا. لا يأمر خطأ عبثا. وإنما يأمر لمصلحة في المأمور به. او لمصلحة في امره. فإذا اطاع الانسان ربه سبحانه وتعالى فقد وضع هذا الانسان في موضعه، وضع نفسه في موضعه الصحيح، اللي هو موضع الطاعة لله سبحانه وتعالى. ومآل ذلك الجنة الموضع الذي ينبغي ان يضع الانسان نفسه في ذلك الموضع. الله يدخل الناس في الجنة لكن ليس اعتباطا وعبثا وانما لصالح اعمالهم ولايمانهم فطاعة الله سبحانه وتعالى من الحكمة في حديث اخر الامام عليه الصلاة والسلام يفسر الحكمة باجتناب الكبائر هذا ايضا هو نوع طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن طاعة الله تتضمن في الامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه، فاجتناب الكبائر هو انتهاء عن نواهي الله سبحانه وتعالى، وهو طاعة لله عز وجل فهو من الحكمة، فهذا المصداق الأول الذي يبينه هو هذا الحديث الشريف. المصداق الثاني ومعرفة الإمام هذا أيضا من الحكمة، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بمعرفة الإمام. والله سبحانه وتعالى أمر بالأخذ من الإمام، أن تأخذ عقائدك وأحكامك من الإمام، لماذا؟ لأن الإمام أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وآله من عين صافية لا تحريف فيها لا زيادة لا نقيصة ورسول الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وآله أخذها من الله سبحانه وتعالى فإذا معرفة الإمام وضع الشيء في موضعه تضع نفسك في الموضع الذي أراده الله سبحانه وتعالى لك وهو موضع الايمان، وهو موضع العمل الصالح. لذا الامام الصادق في هذا الحديث يقول في قول الله عز وجل: "ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا"، فقال طاعة الله ومعرفة الإمام. في حديث آخر أبو بصير من أصحاب الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام التقى بالامام الباقر لعله في اوائل امره قال لي ابو جعفر هل عرفت امامك قلت اي والله قبل ان اخرج من الكوفه قال حسبك اذن ابو بصير التقى بالامام الباقر عليه الصلاه والسلام في المدينه او في مكه لأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا في المدينة وفي موسم الحج أحيانا يحجون وأصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا ينتهزون فرصة الحج للقاء بالأئمة لأن عادة السلط... السلطات الجائرة كانت قد جعلت حصارا على الأئمة عليهم الصلاة والسلام وأصحاب الأئمة ما كانوا يتمكنون من اللقاء بالأئمة عادة لأن هناك عيون وجواسيس فإما كان يكون الأمر بضرر الإمام أو بضرر هذا الذي يأتي لزيارة الإمام عليه الصلاة والسلام فكان يحاسب ويساءل ويعتقل ويعذب وأحيانا يقتل حسب اختلاف بطش الحكام الجائرين الذين كانوا في زمان الأئمة وحسب الظروف التي كانت زين ذول الأصحاب يردون يستقون العلوم يسألون المسائل الشرعية فكانوا ينتهزون فرصة الحج لأن في الحج آلاف مؤلفة من الناس والسلطات لا تتمكن من رقابه كل احد، بعدين هذا الشخص غريب جاي من مكان بعيد اذا في منى في عرفات مثلا التقى بالائمه عليهم الصلاه والسلام او في مكه لا يتبين لكثره الزحام الذي هناك، وكذلك الحجاج حينما كانوا يرجعون من الحج كانوا ياتون للمدينه يبقون فترة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا في تلك الفترة كان تواجدهم الكثير في مك في المدينة يغطي على لقائهم بالإمام لماذا ذهبت إلى المدينة؟ ذهبت لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فلذلك يبدو أن أبا بصير خرج من الكوفة إلى مكة أو المدينة في أول أمره، فالإمام يسأله: هل عرفت إمامك؟ هذا السؤال لماذا وُجِّه إليه؟ لأحد سببين، السبب الأول أن بعض أصحاب الأئمة لم يكونوا في بداية أمرهم من الشيعة كانوا من أصحاب المذاهب الأخرى. ثم الله سبحانه وتعالى هداهم لهذا الأمر. وقسم من أصحاب الأئمة هؤلاء كانوا من الشيعة وكانوا يعتقدون بإمام زمانهم، لكن حينما كان يُستشهد الإمام لم يكونوا يعلمون الامام الذي بعده لماذا للظروف التقيه لماذا لانه احيانا كانت هناك ادعياء كان هناك ادعياء للامامه مذاهب منحرفه تؤسس فلذلك هو مثلا يتبع مثلا الامام الصادق عليه الصلاه والسلام بعد الإمام الصادق يشوف جماعة ابتدعوا مذهب الواقفية جماعة ابتدعوا مذهب الفطحية فلذا كثير منهم كانوا يحيرون حتى يذهبون ويحققون ويصلون إلى الحق زين أبو بصير كان من العامة ثم هداه الله سبحانه وتعالى او لا كان من الشيعة لكن بعد الامام زين العابدين عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم من امامه الى ان علم بان الامام هو الامام الباقر عليه الصلاة والسلام قبل ان يلتقي به قبل ان يخرج من وطنه الكوفة الى مكة او المدينة حيث التقى بالامام عليه الصلاة والسلام وكما ذكرنا الظروف كانت ظروف جدا صعبة. مثلا بعد استشهاد الامام الصادق عليه الصلاة والسلام، كتب المنصور العباسي إلى والي المدينة: انظر من هو وصي جعفر بن محمد فاضرب عنقه. شوف جعفر بن محمد يعني الامام الصادق اوصى إلى من؟ اضرب عنقه. زين في هذا الظرف الإمام الصادق إذا كان يعلن إمامة الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام بشكل علني لعامة الناس. زين كان الإمام الكاظم يقتل في أول الأمر. ظرف التقية حكم على أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لا ينص على إمامة الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام إلا لخواص الأصحاب. أما عامة الشيعة ما كانوا يدرون يدري أنه إمامه هو الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أما الإمام اللي بعد الإمام الصادق ما يدري من هو وهذا مما رفعه الله سبحانه وتعالى عنهم يعني أنت تعتقد إلى إمام زمانك أما الإمام اللي بعده إذا ما تدري منه هو مو مشكلة هذا بالنسبة إلى الذين كانوا يعاصرون الأئمة عليهم الصلاة والسلام فإذا مات إمام زمانك اتحقق أنه الإمام اللي بعده من هو لكن بالنسبة لنا الآن فإمام زماننا هو آخر الأئمة فلذا نعتقد به ونعتقد بجميع من قبله ولا يصح الاعتقاد بأحدهم دون أحدهم فمن لم يعتقد بواحد منهم فهو كمن لم يعتقد بأي واحد منهم زين في هذا الظرف اللي المنصور العباسي بهكذا بطش يأتي الإمام الصادق ماذا يفعل الحاكم في المدينة أرسل أنه من هو وصي جعفر ابن محمد قالوا لقد أوصى إلى خمسة جعلهم اوصياء واحد المنصور العباسي الثاني حاكم المدينه الثالث حميده او حميده زوجته الرابع عبد الله الافطح والخامس الامام الكاظم جنوال المدينه تحير لانه المنصور امره بان يضرب عنقه الوصي هو الحاكم من الاوصياء المنصور من الاوصياء زوجته وابناه من الاوصياء. وهكذا في زمان بني اميه الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام كان في ظروف من اشد الظروف تقيه في زمان اوج قوه وبطش وسلطه بني اميه بعد استشهاد الامام الحسين عليه الصلاه والسلام وايضا بنو اميه قمعوا جميع المعارضه الاخرى وسيطروا سيطره تامه والامور مهيئه لهم وكما قال الشاعر والان صرت الى اميه والامور الى المصائر فكان بطشهم جدا شديد في هذا الظرف الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام استشهد بعد الامام الباقر كثير من الناس لم يكونوا يعلمون فلذا كان عليهم التحقيق هنا الامام الصادق يقول لابي بصير: هل عرفت امامك؟ قال: قلت اي والله قبل ان اخرج من الكوفه لانه للامام علائم ستاتي في بحوث قادمه ان شاء الله تعالى من العلائم ان يكون اكبر ابناء الامام الذي يسبقه باستثناء الامام الحسن والامام الحسين. الامام الحسن هو الاكبر وبعد الامام الحسين. اما سائر الائمه عليهم الصلاه والسلام فهم اكبر ابناء ابائهم الائمه السابقين. من العلائم ان لا تكون فيه عاهه. لانه احيانا الابن الاكبر في عاهه ما يصير يكون امام مثل عبد الله الافطح عبد الله الافطح كان اكبر من الامام الكاظم لكن كانت فيه كان فيه فطح اما في راسه او في رجله وهو عيب في الخلقه من العلائم وصيه ابيه له من العلائم علمه من العلائم كراماته ومعاجزه وهناك علائم أخرى كثيرة فأحيانا علامة أحيانا علامتين أحيانا ثلاث علامات وأهم علامة هو نص الإمام السابق عليه الإمام السابق ينص على الإمام اللاحق فالإنسان يبحث عن العلائم قد يصل إلى علامة أو علامتين أو أكثر فيهدي الله سبحانه وتعالى قلبه إلى الإيمان قلت اي والله قبل ان اخرج من الكوفه، قال حسبك اذا هذا يكفيك، لماذا؟ لان الانسان اذا عرف امامه هذا يتضمن معرفته يتضمن معرفته بالتوحيد، يتضمن معرفته بالنبوه، يتضمن معرفته بالامامه، يتضمن معرفته بالمعاد، يعني بأصول الدين ويتضمن معرفته بالاحكام الشرعيه. لماذا؟ لأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام يبينون العقائد الحقة ويبينون الشريعة ويبينون أيضا سائر الأمور من الأخلاق وما إلى ذلك فإذا واحد عرف الإمام عقائده التوحيدية أخذها من الإمام تفسير للقرآن يأخذه من الإمام الأحكام الشرعية من الصلاة إلى الديات يأخذها من الإمام فإذا عقيدة سليمة والشريعة تلقاها من عين صافية، فعمله كان صحيحا فيكفيه ذلك ليكون مهتديا ومن اهل الجنة. الحديث الاخر وهو اخر احاديث هذا الباب اللي هو باب معرفة الامام والرد اليه قبل الاخر. ايضا حديث عن الامام الباقر عليه الصلاة والسلام في تفسير أو تأويل هذه الآية أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أما معنى الآية الله سبحانه وتعالى يقول لا يستوي الحي الذي له نور ينير دربه كالذي في الظلمات ولا يخرج من تلك الظلمات. الانسان بدون عقيده صحيحه هو كالميت، بل هو الميت بعينه حتى إذا كانت أعضاؤه فيها حياة. الحياة الواقعية، حياة الروح. إذا في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: "ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة". هذه هي الحياة التي لها قيمة، حياة الروح بالإيمان بالعمل الصالح. لأنها تؤدي بالإنسان إلى النجاة والجنة. أما الحياة المادية فهذه الحياة لا قيمة لها. الحيوانات أيضا لها هذه الحياة. الحياة المادية جميع المخلوقات الحية لها هذه الحياة، حتى الحيوانات. هذه يتخذها الانسان طريقا الى حياته المعنويه. انت الله سبحانه وتعالى جاء بك الى هذه الدنيا، انا الله سبحانه وتعالى جاء بي الى هذه الدنيا لكي اعيش ايام لكي نعيش ايام ثم نموت كالانعام؟ لا، جاء بنا في هذه الدنيا لتكون قنطرة للآخرة، خلقتم للبقاء لا للفناء، الله سبحانه وتعالى جاء بنا <applause> إلى هذه الأرض وأحيانا لكي نمتثل أوامره، لكي نعبده، لكي نستحق الرحمة التامة في الآخرة، فلا حياة بدون العقيده الصحيحه او من كان ميتا يعني كان مشرك، كان كافرا، كان منحرفا فأحييناه بالايمان فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يشوف دربه إذا هناك حفرة هناك بئر هناك خطر يبتعد عنا زين هذا النور شنو هو إلى مصادق متعددة من المصادق القرآن الكريم لأنه كتاب هداية هو نور من المصادق الأئمة عليهم الصلاة والسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هؤلاء يُنيرون الدرب للإنسان وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ هذا النور من مصادقة ومن أبرز مصادقة الأئمة عليهم الصلاة والسلام لأنهم يُنيرون لك الطريق تشوف العقيدة السليمة شنو هي؟ تأخذها تشوف الشريعة الصحيحة شنو هي؟ تأخذها منهم لكن إذا واحد في ظلمات ليس له إمام من أهل البيت يأتم به ويأخذ من الناس الذين حاكوا أشياء بأذهانهم السقيمة وبينوها كأنها عقيدة وكأنها شريعة فهذا في ظلمة لا يهتدي إلى الطريق الصحيح وإنما يسقط ويتعثر إلى أن يسقط في نار جهنم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له, له نورا يمشي به في الناس الإمام يفسر الميت يقول ليس المراد بهذا الميت من لا حياة في جسمه المقصود فيه قال ميت لا يعرف شيئا يعني جاهل هذا الجاهل كالميت نورا يمشي به في الناس امام ياتم به فالسير هو ضمن الناس لكن يسير في اتجاه صحيح لماذا لان له نور عبر ذلك النور يرى الطريق زين كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها من هو الذي لا يعرف الإمام لا يعرف الإمام فيأخذ عقيدته من الرجال وهؤلاء عقيدتهم حاكوها بأذهانهم السقيمة أنت الآن تروح إلى الفرق الإسلامية في مجال المعتقدات تشوف آراء عجيبة وغريبة والاغرب من ذلك ان جميعهم يستدل بالقران الكريم يستدلون بالايات المتشابهه او يستدلون بالتفاسير الباطلة او بالتاويل الخاطئ لان الذين في قلوبهم زيغ هؤلاء هكذا يفعلون فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله في مسائل الشريعة أيضا تدخل تشوف مذاهب كثيرة جدا وآراء عجيبة وغريبة في مسائل الشريعة لماذا؟ لأنه لم يأخذوا من المعين الصافي أخذوا من الرجال إما وضعوا أحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه واله أو لأنه لم يصلهم شيء من الأحاديث بآرائهم السقيمة ابتدعوا رأيا وقولا وجعلوه مذهبا والآخرون جاءوا أيضا واتبعوهم هؤلاء في ظلمات إلا الفرقة الناجية التي أخذت من المعين الصافي المعين الصافي يتمثل في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي العترة تفسر القرآن وتبين تفاصيل القرآن آخذين ذلك عن جدهم رسول الله صلى الله عليه واله هذا بعض احاديث هذا الباب أسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير والصلاح هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين